السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض إن شاء الله سيشن 3 بارت 2. هنبدأ مع بعض هنا، يبدأ يتكلم معانا إن عمليات التشفير كلها بتعتمد على عملية رياضية كده بيسموها إيه؟ المودولار أريثماتيك، تمام؟ المود أو بمعنى أصح، تمام؟ إيه القصة بتاعتها؟ ببساطة شديدة أنا هشرحها بشكل مبسط جدا. المود مثلا لما هاجي أقول إيه؟ مود 10. يعني ايه مد 10؟ مد 10 هي الارقام اللي من 0 ل 9، او بيسموها من 0 الى n ماينس 1. يعني مد 10 ده هي الارقام من 0 الى كام؟ ل 9، اللي هي 0 1 2 لغايه 9. يعني ال 10 مش معانا. طب لما اقول مد 15 يبقى هي الارقام من 0 الى 14 وهكذا. المد اللي احنا غالبا هنستخدمه في المسائل بتاعتنا، في مسائل التشفير بتاعت سيزر، هيكون مد 26. هتقول لي اشمعنى مد 26؟ على اساس ان هم 26 حرف بتوع الانجليزي، يعني الارقام هتكون من 0 الى 25. طيب هي ايه العمليات الرياضيه بقى اللي هتتضمن؟ تعالوا كده ايه، نمسح الكلام ده ونبدا من الاول. مثلا على سبيل المثال، لو جالي بيقول لي مثلا 5 زائد 6 مد 10. طيب انا عارف ان مد 10 هو من الارقام من 0 ل 9، يبقى 5 زائد 6 بكام؟ اجمع عادي. فهنا هنجمع عادي خالص الرقمين دول اللي هم 5 و6، 5 زائد 6 ب 11، والمد 10 تنزل زي ما هي. طيب نعمل ايه بقى؟ دلوقتي ال 11 مش من جوه الرينج ده اللي هو من 0 ل 9، ال 11 بعد الرينج ده. فانا بعمل ايه؟ ببدأ اعمل عملية طرح، بطرح الرقم من المد، يعني الرقم اللي طلع لي النتيجة من المد. فهقول له 11 ناقص 10 بتساوي 1، يبقى النتيجة النهائية من 11 مد 10 هي 1 مد 10. الناتج اللي طلع لنا ده بروح منزله مد 10، وهي دي النتيجة بتاعتي. مثال تاني، عندي مثلا 5 زائد 5 سوري مد 10. حلو الكلام. 5 زائد 5 ب 10، مد 10. السؤال بقى، هي العشرة دي جوه المد؟ ما انا عارف ان المد 10 ده ارقام من 0 الى 9. العشرة دي مش من الرينج ده، مش من 0 للـ9. ايه ده، هعمل ايه؟ اطرح. يعني ايه؟ يعني هقول له 10 ناقص 10 بتساوي 0، يبقى النتيجة النهائية 0 مد 10. قاعدة كده ثابتة وسهلة جدا، لما يتساوي الرقم الناتج مع رقم المد الناتج فورا 0، بطرحهم من بعض. طب لو اكبر بكتير، مثال تالت، لو مثلا هنقول 10 زائد هنقول 30 مد مثلا هنقول 9 مثلا، تمام؟ 10 وزائد 30 ب 40، 40 مد 9. طبعا ال 40 بره المد خالص، لان مد 9 هي من الارقام من 0 ل 8. هبدأ اطرح، هقول له 40 ناقص 9 بتساوي 31، برضو الرقم كبير. كمل طرح مرة كمان، 31 ناقص 9، 31 ناقص 9 ب 22، برضو لازال الرقم كبير. اقول له 22 ناقص 9، 22 ناقص 9 ب 13، برضو 13 اكبر من 9. اقول له 13 ناقص 9، 13 ناقص 9 بكام؟ سوى 4. يبقى ناتج الاربعة دي جوه المد. يبقى الناتج النهائي ان 40 مد 9 ساوت 4 مد 9، تمام؟ وهكذا. هي في منتهى البساطة، ما فيهاش اي حاجة، بتجيلنا زي ما هنشوف بقى المسائل ازاي بتيجي. المهم ان انا اكون فاهم الكونسبت العام من فكرة ان انا الرقم لما بيظهر معايا اكبر من المد بطرح، يساوي المد 0، اقل من المد بخليه زي ما هو، ما بغيرش فيه حاجه. ده بالنسبه للجزئيه دي. طيب المساله بتجيلنا ازاي في الامتحان؟ المساله ببساطه شديده بيجيب لنا الجدول ده، الجدول ده ثابت، الالفابيتك الحروف الانجليزي مترقمه من 0 ل 25، تمام؟ وبيبدا يقول لي حاول بقى تشفر او تفك التشفير. يعني عندي نوعين من المسائل، يا اما انكريبشن يا اما ديكريبشن. فهنا بيقول تو انكريبت ذا ليتر زد، انا مثلا عايز اشفر حرف الزد ومديهولي سمول اهو، وبيقول لي انكريبت شفر with a Caesar cipher. طب الكي بتاعك بكام؟ قال الكي بتاعي بالشيفت بتاعي ب 3. احنا عندنا فيه بقى قانون مهم جدا جدا،
القانون ده اللي هو قانون الانكريبشن. ايه القانون؟ القانون ده بيقول ان البي اللي هو البلين تكست اللي هي الرسالة يعني البلين، بجمع عليه الكي اللي هي الكي، فيديني مين؟ السي اللي هو السايفر. حلو قوي. طبعا مد الان بقى اللي هو ايه، الان اللي هي 26 غالبا. فانا ببساطة شديدة انا عايز اشفر. التعويض كالتالي، القانون دايما احنا هنعمل عملية انكريبشن، طب هو الانكريبشن ده النتيجة بتاعتها مين؟ السايفر. فانا عندي القانون بتاع الانكريبشن هيكون كالتالي، ان عشان احصل على السايفر الشفرة، بجمع البلين تكست اللي هو رسالة مديها لي على الكي في مد الان. طيب تعال نجرب كده، هي البلين تكست الرسالة بتاعتي بمين؟ بحرف الزد. طب هو حرف الزد بكام؟ حرف الزد هو ب 25، 25 زائد الكي، الكي مديهولي بكام؟ هو قال لك ان الكي بكام؟ ب 3، يبقى 25 زائد 3 مد، هو المد بكام؟ ب 26، يبقى هتساوي اجمع عادي 25 زائد 3 28، مد كام؟ مد 26. ال 28 اكبر من 26 نطرح، يعني هقول 28 ناقص 26 بكام؟ ب 2، يبقى الناتج النهائي السايفر هتساوي 2 مد 26. طب هي 2 دي تعتبر اي حرف من الحروف اللي على المسألة؟ رقم 2 بحرف مين؟ السي. يبقى الاتنين دي توازي حرف السي كابيتال، يبقى حرف الزد السمول اتبدل واصبح سي كابيتال اهي، هو هنا حاططها اهو، الزد انكريبتس تو سي، حرف الزد اتشفر اصبح حرف السي. والقانون اللي انا شرحته، البي اللي هي البلين تكست، والسي اللي هي السايفر تكست، والكي اللي هو المفتاح اللي بيدوني. مسألة في منتهى التفاهة والسهولة. طبعا في الامتحان مش هيدينا حرف، في الامتحان بيدينا كلمة كاملة وببدأ أعملها حرف حرف. تمام؟ ناخد مثال كده صغير على أساس إيه؟ مثلا عندي، مثلا هنقول كلمة مثلا إيه؟ كات. وبيقول لي try to encrypt، حاول تشفر لي كلمة كات using باستخدام الكي اللي بيساوي 10. طيب انا هعمل ايه؟ اول حاجة حرف السي وحرف الاي وحرف التي، دول ثلاث عمليات حسابية، الكي بتاعي ثابت عليهم كلهم. طيب القانون بتاع التشفير للحصول على السايفر، انا بجمع البلين تكست زائد الكي مد 26، نفس الوضع السايفر بتساوي البلين تكست زائد الكي مد 26، هنا نفس الوضع السايفر بتساوي البلين تكست زائد الكي مد 26، تعويض مباشر. هو ممكن حد يقول لي السي بكام والاي بكام والتي بكام؟ نرجع هنا للنوت بوك دي، السي ب2 والاي ب0 والتي ب19، يبقى 2 0 19، السي 2 والاي ب0 والتي ب19، دي القيم الرقمية للبلين تكست بتاع كل واحدة منهم. يبقى هنا هجمع السايفر هتساوي البلين تكست 2 زائد الكي مديهولي ب10 مد 26، يعني تطلع معايا 12 مد 26. طبعا الرقم اوريدي جوه المد، فانا مش محتاج اعمل اي عملية، ادي كده واحد. السايفر اللي بعده هيساوي 0 زائد 10 مد 26 هتساوي زي ما هي 10 مد 26، والعشرة برضو نفس ما هي لأن الرقم جوه المد. الأخيرة السايفر هتساوي 19 زائد 10 مد 26 هتساوي 29 مد 26. هنا بقى الرقم أكبر، فأنا هعمل إيه؟ اقول له اطرح، يعني هقول له 29 ناقص 26 هتساوي 3، يبقى الناتج النهائي 3 مد 26. كده انا بقى معايا 3 ارقام، 12 10 و3، اروح رايح على المصدر، انا بسميها المصدر، ال 12 بالام وال 10 بالكي، ال 12 ام وال 10 بالكي والتلاتة بالسي.
بالدي اسف، والتلاتة دي، يبقى كلمة كات اتشفرت بقت ام كي دي. واخدين بالكم انا كاتبها حروف كلها كابيتال. ده نوع من المسائل اللي بيجي تبع سيزر، اسهل انواع المسائل على الاطلاق. طبعا في نوع تاني من المسائل هناخده، بيعتمد على ان انا بدل ما اشفر حرف بشفر حرفين، وده بيسموه الدياجراف. طيب احنا كده كنا بنشفر، طب لو بعكس، يعني لو بفك الشفرة؟ قال لك لا، لو بتفك الشفرة انت عم تعمل العملية العكسية. اولا القانون هيختلف شوية. ايه القانون؟ قانون التشفير في الانكريبشن، احنا فوق كنا كاتبين هنا ان الانكريبشن بتساوي البلين تكست زائد الكي مود الان، يعني عشان احصل على الشفرة محتاج الرسالة وبجمع عليها الكي في مود الان. طب لو هعمل ديكريبشن، قانون الديكريبشن ده، قانون الديكريبشن في الديكريبشن فك الشفرة، فك الشفرة يعني في النهاية هحصل على مين؟ على البلين تكست، الرسالة. طب هو هيكون معايا ايه؟ هيكون معايا الشفرة، وهيكون معايا مفتاح فك التشفير بيسموه كي بار، مفتاح فك التشفير اللي هو الديكريبشن كي. الديكريبشن كي هتقول لي طب وانا هجيبه منين؟ هل هيديهولي؟ قال لك حتى لو ما ادهاش، يعني حتى لو ما ادهوش، المفروض ان الكي بار اللي هو مفتاح فك التشفير بتساوي 26 ناقص الكي، لان الكي اللي هو المفتاح العادي لو جمعته على الكي بار المفروض ناتجهم بكام؟ ب 26. ليه؟ عشان في الاخر وفي الاول المفتاحين دول لما اجمعهم على بعض يطلعوا صفر، يعني كاني ما غيرتش حاجه. فلما اجمع البلين تكست على الكي يتغير، اجمع عليهم الكي بار الاتنين دول يشيلوا بعض، فتفضل لي الرقم من غير ال 26. مش هلخبطكم. المهم للحصول على الكي بار بطرح ال 26 من الكي. جميل. فعلى سبيل المثال انا لو انا رجعت للمساله اللي كنا شغالين فيها دي، تمام، ومعايا ام كي دي، العكس بقى، انا همسح كل ده تمام، معايا الكلمه دي ام كي دي، ادي ام وادي كي وادي دي، وعايز اعمل لهم ديكريبشن. الديكريبشن، قانون الديكريبشن، عايز احصل على البلين تكست بمعطى السايفر، وهجمع عليه الكي بار مد الان. اولا الكي ب 10، يبقى الكي بار بكام؟ هقول له الكي بار هتساوي 26 ناقص الكي، يعني هتساوي 26 ناقص 10 اللي هي هتساوي 16. طيب هي الام بكام؟ الام من المسطرة، نروح على المسطرة، الام ب 12، الام ب 12، يبقى هنا اهو الام دي برقم 12. هقول له البلين تكست، الرسالة او الكلمة اللي بعد ما هفكها عنها، هي 12 اللي هو حرف الام زائد ال 16 مد 26. 12 و16 28 مد 26، 28 اكبر من 26، هطرح 28 من 26 هتساوي 2، يبقى الناتج النهائي بكام؟ ب 2. لو رحت على الجدول هلاقي ان رقم 2 ده بحرف مين؟ السي، اللي هي بدايه الكلمه اللي انا كنت، وطبعا اقول 2 انها حرف سي وخليه سمول. طبعا لما هكمل الكي، تعال نكمل الكي بكام؟ الكي ب 10، تمام، اهي الكي 10، يبقى برضو نفس القانون، يبقى البلين تكست هتساوي 10 زائد 10 اللي هو حرف الكي، والكي بار احنا قلنا ان هو ب 16 مد 26 هتساوي ايه ده؟ 26 مد 26، صح؟ 26 مد 26. طب وبعدين 26 مد 26 ما بصفر، ايه ده؟ هو في رقم بصفر؟ حرف الاي، يبقى الصفر ده يكافئ حرف مين؟ الاي. فعلا رجعت السي ورجعت الاي، واخر حرف حرف الدي اهو، حرف الدي ب 3، 3 3، يبقى البلين تكست هتساوي 3 زائد 16 مد 26 هتساوي 19 مد 26. طبعا لو رحت لل 19 دي هلاقيها انها بتساوي حرف التي. اذا فعلا كلمة كات بعد ما كنت مشفرها ام كي دي رجعت تاني كلمة كات لما عملت عملية الديكريبشن، العملية العكسية. اوكي، دي في منتهى البساطة المسألة، وهتلاقيها كتير قوي في الايه، في الامتحانات ان شاء الله.
هنا مسألة برضو عبيطة جدا جدا جدا، بيطبق في قانون اللي هو القانون ده، بيقول لي وات ار ذا ديكريبشن كي، تفتكري ايه هي مفاتيح فك التشفير اللي هو الكي بار يعني اوف سيزر ويز انكريبشن كي، لما يكون مفتاح التشفير بتاعك مره ب 10 ومره ب 15 ومره ب 7. يا سلام سهله، احنا عارفين ان الكي بار بتساوي 26 ناقص الكي، يعني اول واحده 26 ناقص 10 هتساوي 16، التاني 26 ناقص 15 هتساوي 11، التالتة 26 ناقص 7 هتساوي 19، إذا مرة ب 16 ومرة ب 11 ومرة ب 19 في منتهى السهولة، ما فيهاش أي مشكلة. شوية كلام بسيط كده بيقول one key is so easy to derive from the other that effectively they can be regarded as a single key. شوف عشان الحكاية دي بتلخبط ناس. بيقول لك واضح جدا ان عملية الحصول على مفتاح التشفير ومفتاح فك التشفير هي عملية رياضية سهلة جدا، احنا بنعملها سهلة اهي، لكن هل في الواقع المفروض تكون سهلة؟ لا طبعا. قال ولذلك احنا لدرجة ان هما من كل يعني بما ان الاتنين سهلين جدا الحصول من واحد منهم اقدر احصل على التاني، انا بعتبرهم مفتاح واحد. one key is so easy to derive from the other، يعني لو انا معايا مفتاح منهم اقدر احصل على التاني بمنتهى السهولة، بطرحه من 26 وانتهت القصة. ولذلك انا ممكن اعتبرهم ان هما كام مفتاح فعليا؟ single key. بمعلومية أحد المفاتيح نحصل على الآخر، ولذلك نعتبر الاثنين كأنهم إيه؟ مفتاح واحد. So if we know the encryption key we also know the decryption key، يعني لو إحنا عارفين مفتاح التشفير أكيد هنكون نقدر نحسب مفتاح فك التشفير. النوع ده من وسائل التشفير اللي هو المفتاحين متقاربين لبعض بيسموه encryption system like this are known as symmetric key system. symmetric إن الاثنين متقاربين جدا لبعض، symmetric key because effectively only a single key is involved in the encryption and decryption. لأن تقريبا عملية التشفير وفك التشفير ما بتتضمنش إلا مفتاح واحد اللي هو الكي والكي بار. هتقول لي طب ما هم مفتاحين، هم مفتاحين ضمنيا يعني فعلا، واحد بشفر بيه والتاني بفك بيه الشفرة، بس فعليا أنا لو معايا واحد هحصل على التاني، فهم ولذلك بيتم اعتبارهم إن هم مفتاح واحد فقط. النوع ده من التشفير بيسموه أو المفاتيح يعني مفاتيح التشفير بيسموها symmetric key system، لأن هندرس مع بعض في سيكشن الرابعة إن شاء الله الخامسة آسف، إن في نوع من أنواع المفاتيح بيسموها asymmetric key، مش symmetric بقى asymmetric، هيبقوا مفتاحين مختلفين. هتلاحظوا إن النوع اللي فات ده كله كان يعتبر substitution cipher، يعني تبديل حرف بحرف آخر، يعني كلمة cat بدلت بثلاث حروف تانيين، ما تكلمناش خالص عن النوع اللي بيبدل الحروف مكانها. فهنا بيقول a transposition cipher is an effect or anagram، يعني النوع الشفرات اللي بيسموه transposition اللي هو بيغير مكان الحروف ويبدل اماكنهم، هي عملية anagram حروف غير مرتبة of the plain text، يعني باخد ال plain text باخد الرسالة الحروف بتاعت الرسالة مش ببدلها، انا بلخبط اماكنها. There are many ways of this of many ways this systematic process can be done، يعني في طرق كتير جدا للعملية تبديل اماكن الحروف انها تتم. One way to create the transposition is to use matrix. احد الطرق، فبيقول ان احد الطرق المستخدمه في استخدام to create transposition cipher is to use matrix، ان انا استخدم مصفوفه من الخلايا. عمليه سهله جدا. And to write the message letter at a time in sequential cells across the matrix. يعني ايه؟ منتهى البساطه ومن غير تعقيد. ببساطه شديده انا برسم ماتريكس، برسم مربعات كده وبحط كل حرف من حروف الجمله اللي بتعطى في خانه من الخلايا زي ما هنشوف دلوقتي. النوع ده بيقول encryption is performed by reordering، ان التشفير بيتم عن طريق اعادة ترتيب الاعمدة في الماتريكس دي. عشان ما اطولش عليك تعال نشوف الطريقة مباشرة. هنا مثلا بيقول ايه، let's say that the code word، انا هستخدم طبعا حاجة اسمها transposition cipher، ده عنوان المسألة. بيقول لي هنفترض ان الكود وورد كلمة السر اللي بنستخدمها اسمها Tuesday، لازم يديني في الامتحان كلمة سر اي كلمة Tuesday مثلا، and agreed to produce an anagram، واتفقنا ان اعادة الترتيب بتاع الكلمة دي، وبيروح اخد نفس الكلمة ويعيد ترتيب الحروف بتاعتها بشكل متلخبط. هتلاحظ حاجة ظريفة، المفروض ان دي كلها حروف سمول ودي كلها حروف كابيتال، يعني كأن دي الرسالة التكست اللي هي البلين تكست وهنا السايفر تكست. هو انا استفيد بدول ايه؟ اول حاجة هروح عامل جدول، الجدول ده عدد الأعمدة اللي فيه بعدد حروف كلمة Tuesday، يعني أنا عندي T E U S D A Y،
اروح اعمل اعمده مش صفوف، تمام، بعدد الحروف، واروح اعمل جدول تاني بالظبط في نفس الترتيب ده. طيب انا كده عملت الجدولين وجاهزين، فين الجمله؟ قال thus in example message رساله ماري had a little lamp its fleecy was white as snow. ماري عندها لامب اللي هو خروف يعني، الفليسي بتاعه اللي هو الصوف كان ابيض مثل التلج سنو. ولو سمحت لما تكون في خلايا فاضيه عبيها باكسات، اهو ان امتي سيل لو في خلايا فاضيه عبيها باكس. يعني ايه؟ مش فاهم يعني ايه خلايا فاضيه. تعال نشوف ايه القصه دلوقتي. انا عندي الجدول الاول اللي هو ده اللي هو في تيوزداي. طبعا لاحظوا ان دي لازم تكون حروف سمول لتر، حروف صغيره، لازم تكون صغيره، غلط انها كبيره كده. ببدأ أكتب الحروف بتاعت الكلمة بتاعتي اللي هي دي، ماري هاد قليت اللامب اتس فليسي كذا كذا، حرف حرف في خانة خانة. فماري ام اي ار واي هاد قليت اللامب اتس فليسي واز وايت از سنو. هتلاحظوا حاجة ان كلمة سنو انتهت هنا. طب الخلية الفاضية دي حط فيها ايه؟ اكس. هو ده اللي كان مقصود بيه ان الخلايا الفاضيه بعبيه باكس. تخيلوا ان في مره في امتحان من الامتحانات جاب لهم في اختياري قال لهم الخانات الفاضيه بتتحط فيها ايه؟ اكس. بس كده، بس كده. طب وبعدين المفروض ان الجدول ده فاضي، يعني الجدول ده احنا حاطين واي دي اي يو اي اس تي يو نفس اللي هو قال عليه، يعني هو بيديني تيوز داي وبيديني دي، برسم الجدولين اعمده وبسيبه فاضي وببدا اعبي في الجدول اللي فيه الحروف الايه؟ الحروف دي بالترتيب حرف حرف. وهنا الجدول ده المفروض فاضي، اعمل ايه بقى؟ ابدا اخد عمود عمود. حرف الواي، هو فين عمود الواي هنا؟ ادي عمود الواي. اروح اخد كوبي من كل الحروف دي بتاعت العمود ده، استنى عشان نمسح الكلام ده عشان ما حدش يلخبط. يبقى انا هاجي هنا على عمود الواي او حرف الواي، اروح رايح على العمود ده اخد كده كل كوبي كل الحروف وناقلهم فين؟ هنا الدي الاي الاس الدبليو الاي الاكس. هتلاحظوا انها حروف كابيتال. طب العمود اللي بعده الدي، فين عمود الدي؟ اهو. وراح اخد برضو العمود ده كله كده نقله هناك. اللي بعديه عمود الاي، اهو عمود الاي، وهكذا كل عمود واكتب الايه الحروف بتاعته وتكون كابيتال. خلصت؟ لا ما خلصتش. في الاخر بروح كاتب له، طبعا في ناس تقول لي طب الاكس اللي كانت في الاخر دي تروح زي ما يعني هنا مثلا الاكس كانت ظاهره في عمود الواي، فين عمود الواي؟ اهو اول واحد، فين الاكس؟ اهي. تمام، ابدا اخد الحروف كده بقى امشي معاها الاتجاه ده، وبعد كده ارجع من الاول، وبعد كده ارجع من الاول، وابدا اكتب له الحروف كلهم ورا بعضهم طبعا من غير سبيسز من غير اي حاجه. اقول له ان الرساله بتاعتك ماري هاد قالت لامب اتس فليزي واز كذا 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 اتشفرت بقت الحروف دي. المساله دي بيسموها كولم ترانسبوزيشن سايفر، سهله جدا ومشروحه في المسائل بتاعت الميد تيرم. نيجي بعد كده الجزء مهم جدا، بيقول لك طيب احنا اتعلمنا دلوقتي نوعين من التشفير، الكولم ترانسبوزيشن سايفر اللي هو فيه الحروف بتاعه الرساله ما بتتغيرش، اماكنها بس اللي بتتبدل، والنوع الاولاني اللي هو كان اسمه سبستيتيوشن سايفر اللي هو كنا بنبدل حرف مكان حرف زي كلمه كات كده حرف بحرف جديد. هيقول طب كسر الشفرات دي ايه وضعه؟ قال لك ذا اكت اوف بريكنج اور كراكينج سايفر از تو درايف ذا بلين تكست فروم سايفر ويزاوت نوليدج اوف ذا كي. مهم جدا التعريف ده. كسر الشفرة هي عملية الحصول على الرسالة بلين تكست من الشفرة. ازاي؟ طب ما لازم يكون معايا المفتاح. لا، without knowledge of the key، من غير ما اعرف المفتاح. كراكنج بريكنج، بكسر الشفرة، باخد رسالة مشفرة ومن غير ما يكون معايا مفتاح فك التشفير وانا بحاول اكسرها وبطلع منها الرسالة الاصلية بدون معلومية الكي. طب قوة الشفرة بتاعتي امتى بقى؟ تعال نفكر كده مع بعض. ده دلوقتي جاي بيقول لي الشفرة بتاعتي قوية. قوة الشفرة بتتقاس بطول الفترة اللازمة لكسرها، يعني على سبيل المثال لو جت دولة ما طلعت شفرة وقالت الشفرة دي انا هستخدمها في كل الهيئات اللي عندي. جت الناس بدأوا يحاولوا يكسروا الشفرة دي، لو الشفرة دي اتكسرت في خلال 24 ساعة يبقى دي طبعا شفرة ضعيفة جدا. لكن لو الشفرة دي الناس فضلت تحاول تفك فيها لمدة 6 أو 7 شهور، إذا فهي شفرة قوية جدا. بالمناسبة وللعلم لا توجد شفرة غير قابلة للكسر، كل الشفرات بتكسر، ولكن قوة الشفرة في طول مدتها. ولذلك الجملة دي مهمة جدا جدا جدا. The strength of cipher is measured by، بتتقاس بإيه؟
how long it takes to break، مهمة جدا عشان دي جت في الاختياري قبل كده. قوة الشفرة بتعتمد على طول الفترة اللازمة لكسرها. يعني تخيلوا هم عارفين وفاهمين ان اي شفرة في الدنيا هتتكسر هتتكسر، ولكن كل ما كانت الشفرة بتاخد وقت اطول في كسرها كل ما كانت الشفرة دي تعتبر قوية. Build ciphers that are described as strong are those that take long time to break. نفس الكلام اللي قلنا، الشفرة اللي بنعتبرها شفرة قوية هي اللي بتاخد وقت طويل قوي في كسرها. But they also tend to be more difficult to use. ولكن هيكون فيهم عيب ان الشفرة دي هتاخد وقت في كسرها بس هتكون شفرة صعب استخدامها. اما الشفرات الضعيفة دي هتتكسر بسرعة. On the other hand are quicker to break، سريعة جدا في كسرها، ولكن لها ميزة واحدة، quite easy to use، هتكون سهلة في الاستخدام. ولذلك هي ليها عيب انها سهل كسرها، ولكن ليها ميزة انها سهلة في الاستخدام. هناخد طريقتين، نظري واحدة هنستخدم عليها مسائل، واحدة نظري، لطرق كسر الشفرات. الطريقة الأولى بيسموها طريقة brute force attack، وبروت ده اسم عالم. والطريقة التانية طريقة نظرية بيسموها linguistic analysis أو التحليل اللغوي. الطريقتين دول بيتم استخدامهم لمحاولة كسر الشفرات. بيبدأ ببروت فورس اتاك، بيقول how many keys would you need to try to break a Caesar cipher before you could be certain of the finding the right one. يعني لو اديت لك مثلا كلمة وقلت لك كلمة متشفرة بشفرة سيزر اللي هو بتحتوي على ستة الحروف الإنجليزي 26 حرف، تفتكر عندنا كام مفتاح مقترح؟ يعني ايه كام مفتاح مقترح؟ احنا مش هنا في المسألة بتاعت كات أو كلمة اللي هو مسألة دي كات. لما جيت اشفر كلمة كات قلت الكي بتاعي بكام؟ ب10. هو انا عندي كام مفتاح اصلا؟ عندي من 0 إلى 25، 0 و1 و2 و3، 25 تقريبا، هم 26 مفتاح بما فيهم مين؟ الزيرو. اذا انا عندي كام مفتاح مقترح؟ تقريبا 25 او 26 مفتاح مع الصفر. طب هل تفتكروا دي شفرة قوية؟ لا طبعا، شفرة ضعيفة جدا، لان انا ما عنديش غير 26 احتمال. يعني انا بقعد اجرب كده في 26 رقم لغايه ما تتكسر. فهنا بيقول ذا انسر از 26، انا هجرب 26 محاوله قبل ما تكون متاكد، لان انا ما عنديش غير هم 26 مفتاح فهجرب فيهم. ايه ده بس 26 مفتاح؟ يجي هنا يجي بقى نقطه مهمه جدا، عدد المفاتيح المتاحه للاستخدام، ذا نمبر اوف بوسيبل كي كومباينيشن فور ا بارتيكولار الجوريزم، عدد المفاتيح المتاحه للاستخدام في نظام تشفير بيسموه الكي سبيس. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندي نظام تشفير بيعتمد على 26 مفتاح فقط في التشفير، عندي احتمالية 26 مفتاح، الكي سبيس بتاعي بكام؟ يبقى الكي سبيس بتاعي ب 26. تمام؟ طبعا واضح ان كل ما الكي سبيس ده يزيد كل ما الشفرة تكون اقوى، كل ما تكون عدد المفاتيح بتاعتي اكتر، كل ما تكون عملية كسرها اصعب. هناخد طريقة كده، لو انا واحنا صغيرين كان مثلا يبقى معانا مثلا خمس ست مفاتيح والباب هيتفتح بواحد منهم، بنعمل ايه؟ يعني عايز افتح الباب، بجرب كل مفتاح. لو انا حظي سعيد، تمام، ان شاء الله كلكم يكون حظكم سعيد، اول مفتاح بحطه في الباب بيفتح، ولو حظي سيء، تمام، اخر مفتاح هو اللي يكون الصح. بمعنى اصح احنا بنجرب كل الاحتمالات. بروت فورس اتاك عمل كده. الراجل ده قال the method of trying all possible combination in a key space until the correct one is known as brute force attack. الطريقة لمعرفة المفتاح عن طريق تجربة جميع المفاتيح المتاحة، ده الراجل ده بيجرب كل الاحتمالات. الطريقة دي هي دي طريقة brute force attack. يبقى الراجل ده التعريف بتاعه مهم جدا جدا جدا. الراجل ده بيجرب كل ال possible combinations، بيجرب كل الاحتمالات، بيقعد يجرب فيهم واحد واحد في الكي سبيس في المفاتيح اللي عنده لغاية ما ايه واحد فيهم يظبط. تمام؟ The Caesar cipher has a very small key space. يعني شفرة سيزر عندها مفاتيح، عدد مفاتيح key space بتاعها صغير جدا، 26 مفتاح. ولذلك and so can be broken very quickly. ولذلك هتكسر بسهولة جدا وبسرعة جدا. تمام؟ This idea of brute force attack can be applied to transposition cipher as well as substitution cipher. يعني الطريقة دي في كسر المفاتيح بقدر أجربها على سواء النوع الأول اللي هو transposition اللي بيبدل أماكن الحروف، أو substitution اللي بيبدل حرف مكان حرف. تمام؟ على سبيل المثال مسألة برضو من المسائل المهمة، بيقول how many different arrangements would be possible using the seven letters of word article. دلوقتي بيقول أنا عندي كلمة article، تفتكروا الكلمة دي عندها كم احتمال؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني أنا هديك مثال، طفل وديته 1 2 3 4 5 6 7 7 مكعبات، لعب أطفال،
دول 3 6 7 7 مكعبات. مثلا R A T L I C E، هتلاحظوا انها كلمة ارتكل بس ملخبطة. لو انا اديت للطفل ده، ابني او بنتي، المكعبات اللي عليها الحروف دي وقلت له لو سمحت طلع لي كلمات مختلفة حتى لو ما كانش ليها معنى من المكعبات دي، عنده كام احتمال؟ كتير، كتير جدا طبعا. طب تيجي نفكر فيها رياضيا. طيب تعالوا نتخيل نفسنا ان احنا اللي هنعمل الحكاية دي، احنا اللي هنلعب اللعبة دي. ببساطة شديدة، انا قدامي 7 مكعبات ومطالب ان اول مكعب، تاني مكعب، تالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع. في المكعب الاول او الاختيار الاول عندي كام حرف قدامي؟ ما عندي السبعة كلهم. ايه ده؟ يعني انا كان عندي كام احتمال؟ 7 احتمالات، ما هما السبعة كلهم قدامي. طب انا اخترت مثلا التي. في المكعب رقم 2 عندي كام حرف فاضل؟ 1 2 3 4 5 6، عندي 6 احتمالات. مثلا هناخد حرف الاي. المكعب الثالث عندي كام احتمال؟ 1 2 3 4 5، ما انا بشيل مكعبات، عندي 5 احتمالات. مثلا اختار هو ده، فاضل كام احتمال؟ 1 2 3 4، 4، شلت ده، عندي كام احتمال؟ 3، 1 2 3. طب اللي بعد كده شلت ده، عندي كام احتمال؟ 2. الحرف السابع مش هيفضل لي غير كام احتمال؟ 1 فقط. اذا الاحتمالات هي هتكون الحاصل الضربي للاحتمالات دي كلها، بيسموه الفاكتوريال، 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1. اذا لما يجي يقول لي how many different arrangements، كم عدد الاختلافات اللي ممكن اطلعها من كلمة article، العملية الرياضية هي باخد عدد الحروف اللي هم ال7 حروف دول وبعملها عملية فاكتوريال، وفي الكالكوليتر موجودة علامة التعجب اللي هي 7 في 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1، عندي 5040 احتمال، 5040 احتمال من ال7 حروف دول. تمام؟ اي مرة يجي، طبعا اللي هو كاتبه هنا هو ده نفس اللي انا شرحته، الاحتمال الاول عندي 7، الاحتمال الثاني عندي 6، 3، وهكذا. تمام؟ كده انا بقدر احسب له عدد الاحتمالات كلها. مسألة تانية من مسائل بروت فورس اتاك، بيقول ايه؟ working through all possible 5040 احتمال. طيب انا هاخد الاحتمالات دي، وطبعا انا لو هعملها بايدي هتاخد وقت طويل، هديها الكمبيوتر هو اللي يحلها. تفتكروا الكمبيوتر هياخد وقت قد ايه عشان يطلع لي ال 5040 احتمال كلهم، يجربهم ويكتبهم قدامي؟ بيقول let's estimate this for a computer that could perform 1000 billion calculation every second. خلي بالكم بقى، عشان هنا المسائل دي دايما بيجيب السرعة لفظية. الكمبيوتر ده بيقوم ب 1000، ادي 1000، 1000 بليون، بليون اللي هو مليار، اللي هو 10 اس 9 او 1 وجنبيها 9 اصفار، كالكوليشن افري سكند. فهنا قلت 1000 مليون، المليون اهو 1 وجنبيه 9 اصفار، وال 1000 اهي 1000 مليون، ف 9 اصفار و3 اصفار يبقى 12، يبقى 1 في 10 اس 12. دي سرعة الكمبيوتر، بيقوم بعمليات الحسابية دي في الثانية الواحدة. للتقريب قال بدل ما يخليها 5040 احتمال خلاها كام احتمال؟ 5000، عشان بس الناس لما تشوف ال 5000 تقول ايه؟ تقريب، عمل عملية تقريب. تمام؟ ال 5000 احتمال دول يعني تقريبا 5 في 10 اس 3. طيب تفتكر الوقت قد ايه؟ هنا عندي قانون، القانون ده بيقول ان الزمن تايم بيساوي البروبابيليتي او الاحتمالات او البوسيبيليتيز، بلاش probability عشان الناس بتتلخبط فيها، البوسيبيليتي اللي هو احنا طلعناهم، البوسيبيليتيز الاحتمالات على السبيد اوف بروسيسنج او سبيد اوف كمبيوتر. يبقى الزمن بيساوي عدد الاحتمالات على سرعة الكمبيوتر. طيب يبقى التايم هيساوي عدد الاحتمالات 5 في 10 اس 3 على سرعة الكمبيوتر 1 في 10 اس 12، طلع معايا الرقم ده سكند. طيب انا ممكن اشيل ال10 اس 9 دي واعوض عنها بكلمة مين؟ نانو سكند. طبعا الوحدات نفتكرها مع بعض، انا عندي كبير العيلة اسمه سكند، عنده 3 اولاد، ملي، وعنده مايكرو، وعنده نانو. الملي 10 اس 3، 10 اس 6، 10 اس 9. لو انا معايا سكند وعايز اروح لاي وحدة من الوحدات دي، الكبير يضرب الصغير، يعني هاخد الرقم اللي معايا ايا كان ايه هو واضربه في 10 اس 3 و10 اس 6 و10 اس 9.
طب لو انا معايا واحدة من الوحدات النانو هضرب برضو بس بالأس سالب او هقسم، تمام؟ فانا هنا معايا 5 × 10^9 سكند، ومن عايز من السكند عايز اوديها للنانو فهضربها في 10^9. فلو انا قلت الرقم ده مضروب في 10^9 فدي تروح مع دي، فانا قلت ايه؟ اه خلاص، يبقى فاضل 5 بس، بدل انا شلت دي يبقى الوحدة بتاعتي بمين؟ بالنانو سكند، تمام؟ بعد كده بيقول لي طيب using a computer that can perform 10^12 calculation a second، يعني هستخدم نفس الكمبيوتر اللي هو بسرعة 10^12 calculation في الثانية الواحدة. roughly how long would it take to try all possible permutation of. طب تفتكروا بقى لو كان عدد الحروف 10 او 15 او 20 حرف، هل الزمن هيفضل بالسرعة دي؟ الكمبيوتر يطلع 5040 احتمال في 5 نانو سكند، يعني اضغط انتر طلع ال 5040 احتمال. تعال نشوف، هي لو 10 احتمالات او 10 حروف يبقى عندي كل الاحتمالات كام؟ فاكتوريال 10 اللي هي 10 في 9 في 8 في 7 وهكذا، ودي فاكتوريال 15 ودي فاكتوريال 20، وكل نتيجة تطلع اكس واي زد بقسمها على السبيد عشان اجيب الزمن من القانون اللي قلنا عليه، عدد الاحتمالات على السرعة. تعال نشوف ايه اللي هيحصل. طبعا هنا ببساطة شديدة فاكتوريال 10 طلعت لي 3.6 × 10^6، ممكن الرقم يختلف معانا في الكالكوليتر بس هيطلع بنفس المعنى، تمام؟ هقسم دي على السرعة اللي هي 10^1 × 10^12. هو طبعا عملها بالشكل ده كأن مفيش هنا واحد وكأن الرقم ده هو اللي فوق، اوكي؟ طلع معايا 3.6 × 10^10^6. ايه ده 10^6 دي ممكن نحولها لايه فوق؟ 6، يبقى بالمايكرو، يبقى ممكن اشيل ال 10^6 بان انا اضرب في 10^6، فالرقم هيطلع معايا 3.6 μs. طب فاكتوريال 15، بصوا انت خدتوا بالكم كنا نانو دلوقتي بقى 3 مايكرو، الواحده زادت شويه. 15 فاكتوريال ب1.3 × 10^12، ده الفاكتوريال الاحتمالات اقسمها على سرعه الكمبيوتر اللي هي الثابته، النتيجه طلعت 1.3 سكند، ده الكمبيوتر بدا يبقى بطيء. طب فاكتوريال 20 ب2.4 × 10^18، اقسمها على سرعه الكمبيوتر تطلع معايا 2.4 × 10^6 سكند، يعني تقريبا 2,400,000 ثانية. اهي 2,400,000 ثانية. ايه ده؟ طب ممكن نفهمها بقى، الثواني عشان احولها دقايق هقسم على 60، الدقايق عشان احولها ساعات يعني دي minutes، hours هقسمها على 60 كمان مرة، لو عايز احول الساعات لايام هقسم على 24، بقسم على 24 عشان نحولها لمين؟ لديز. الكمبيوتر طلع هيفضل يشتغل 28 يوم عشان يفك ال 20 حرف ويديني كل الاحتمالات بتاعته. 20 حرف بس، 20 حرف بس، قعد 28 يوم. البطء ده نتيجة ان هو بيجرب كل الاحتمالات، كل الاحتمالات بيجربها، فطبعا هياخد وقت طويل جدا. فكل ما عدد الحروف هتزيد كل ما الزمن اللازم لان هو يعرض كل الاحتمالات او يكسر الشفرة بيزيد. هنا بيقول transposition cipher، transposition بقى اللي هو بيبدل الاماكن، is incapable of encrypting string of identical character. دي من النقاط المهمة جدا، من احد عيوب الترانسبوزيشن اللي هو بيبدل الاعمدة، اللي هي المسألة اللي احنا خدناها من شوية اللي هي الحروف او الاعمدة بتتبدل. تفتكروا لو الكلمة دي ما كانتش كلمة، كانت ones and zeros، يعني مثلا كل دي كانت اصفار، هل لو قعدت تبدلها هتفرق؟ ما هتفضل اصفار، او كلها وحايد هتفضل كلها وحايد. اذا النوع ده اللي هو ترانسبوزيشن بيفشل تماما لو الحروف كانت مالها متكررة، ولذلك هنا من عيوبه ان الترانسبوزيشن سايفر، الترانسبوزيشن سايفر از انكيبل اوف انكريبتنج سترينج اوف ايدنتيكال غير قادر على تشفير مجموعه من الحروف المتسلسله اللي شبه بعض. اند ويك وين ذير ار لونج بلوك اوف ايدنتيكال كاركتر، هي نفس المعنى، لما تكون في حروف كتيره او بلوكات كتيره بتتكرر هيكون ضعيف جدا، مش هيقدر يشفرها لانها هتطلع نفس الفكره، تمام؟ طبعا هتقول لي هو في حاجه فيها ارقام كتير بتتكرر؟ اه طبعا، الصور بتبقى فيها ارقام كتيره بجد، الاف الاصفار والاف الوحايد اللي ورا بعضها، فطبعا يفشل تماما الترانسبوزيشن مع الصور. افتكروا الكلمه دي، المثال اللي بيفشل مع ترانسبوزيشن نتيجه وجود تكرارات هي الصور، لا يستطيع تشفير الصور التي تحتوي على ارقام متسلسله متطابقه طويله. ولكن ينجح مع مين؟ مع الرساله العاديه، اي رساله عاديه الحروف فيها ما بتتكررش، اللي هي النورمال لانجويج، الحروف بتاعتنا. ولذلك ترانسبوزيشن سايفر
كان بي سترونج اجينست بروت فورس اتاك، ولذلك الترانسبوزيشن سايفر اللي هو بيبدل اماكن الحروف قوي جدا ضد بروت فورس اتاك، بيتعبه بمعنى اصح. كده احنا خلصنا بروت فورس اتاك بكل المسائل بتاعته. نرجع نفتكر ان احنا كان عندنا طريقتين لكسر الشفرات، بروت فورس اتاك واللينجويستيك اناليسيز اللي هو التحليل اللغوي. هنبدأ في التحليل اللغوي.